وقد علق الرئيس بوش على حادثة الحذاء بالقول إنها إحدى الطرق لجلب الانتباه، وهي مثل أن تذهب إلى مهرجان سياسي ثم يبدأ الناس بالصراخ عليك. إنها طريقة لبعض الناس كما تعرفون لجلب الانتباه إليهم، وأنا لا أعرف ما السبب الذي دفعه إلى ذلك، لكنه بالتأكيد شيء واحد، وهو أن يدكم لتسألوني عنه وعن فعلته. أنا لم أشعر بأي نوع من التهديد أو الخوف بسبب ذلك، والصحفيون هنا أعربوا لي عن بالغ أسفهم وقالوا إن هذا لا يمثل الشعب العراقي، لكن مثل هذه الأمور تحدث في المجتمعات التي تتمتع بالحرية والديمقراطية.